العراق والأردن يبرمان مذكرة تفاهم لتحديد آليات الوقاية من الفساد ومكافحة شبكاته، فضلا عن تقييم مخاطره على الجهاز الإداري والمجتمع. هيئتان نزاهة لكلا البلدين الجارين اتفقتا على تبادل الخبراء وتعزيز قدرات ومهارات العاملين لديهما في مجالي المتابعة والتحقيقات. نوسع من دائرة التعاون والتنسيق في هذا المجال. لدينا تعاون وتنسيق في مجال الوقاية من الفساد، مكافحة الفساد، استرداد عائدات الفساد عن طريق وسائل المختلفة ستكون بيننا مع احترام التشريعات الوطنية في كلا البلدين، كذلك على مستوى التدريب والتطوير والاستراتيجيات الوطنية في مكافحة الفساد. تطبيق المواد القانونية المستهدفة لمافيات الفساد عبر تفعيل قنوات تبادل المعلومات والخبرات ينتج مستويات أداء مرتفعة تتجاوز حدود الجانبين العراقي والأردني. محور هذه الاتفاقية يتعلق بالتعاون والتنسيق ما بين الهيئتين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات واللقاءات، وفي مجالات متعددة في مكافحة الفساد، النزاهة، الوقاية، استرداد الأموال المنهوبة. تطويق المجاميع المتهمة بارتكاب عمليات الفساد خارج وادي الرافدين يحقق خفضا فاعلا في نشاطها وصولا لإنهاء ملاذاتها الآمنة خارج العراق. حزم الشرع، العراقية الإخبارية، بغداد.